أولاً حول من كانوا يراهنون، بعد راح نسمعوا الكلمة في الخطاب تاعي الأخير، على من كانوا يراهنون على عرقلة إملاء الاستثمارات، وهذا امتحان أول. إلى الكائدين والمدبرين في الليالي لعرقلة جمع الاستثمارات، أقولها بكل صراحة، فها هي جبهة التحرير الوطني، فها هي جبهة التحرير الوطني الأولى وطنيا. وستروا دراسة تقنية من طرف شباب مثقف متكون أبناء جبهة التحرير الوطني ومن سلالة الأصلاء.